الأمريكي مستاء جدا الحقيقة، والجيش الأمريكي من الجيوش التي يعني لا ترضى الحقيقة بالذل والهوان، حال حال كل الجيوش، بس الجيش الأمريكي يعتبر نفسه أقوى جيش في العالم. وبالتالي مجموعات تجي تتفق وياه تقول له أنا أحميك، تضربه هذه يعتبرها غدرة وسوف يضع لها توقيتا محددا ويرد بها. لكن ما كملت لك يعني بالاجتماع شنو صار مع بايدن؟ بالتوصيات إنه هالمرة ما راح نستخدم بنايات، نضرب بنايات، نستهدف أشخاص. وذاك مسألة الاعتقال تقع في هذا الإطار. نعم يرضيهم هسه بس الاعتقال وكذا لو ممكن أمين يكملون يضربون الاعتقال حتى يصل للمتهمين الأساسيين، لأنه اعتبروا أنه لا الحكومة ولا القضاء العراقي ولا 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 يستطيع محاسبة هؤلاء اللي يلقون القذائف على الجيش الأمريكي والقوات الدولية. لذلك مشوا بمبدأهم هم بلغة الشارع في المحاسبة جاستس، ما أقول عدالة مال الشارع، أنه جيبه لزمه وخليه يعترف من الوراء من الوراء نوصل للرأس نطقه، تعرف كيف؟ فالح مالح قيس إلى آخره. مواني عندي قضية.